ألين. يا جماعة حاسة نفسي في مقابلة، لو سمحت بعد الشهر. سعود، هلا والله سعود. معك الفنان سعود بن خميس، الفنان ايش مواهبك؟ فنان أو ايش أغني، موهبتك؟ أغني تركي وعربي وأمريكي. أمانة نعم، تبين أسمعك؟ اختار لون بس تحبين أنت وأسمعك إياه الآن. طبعا غني لي تركي. أرمم صرمم بريليو ايش نسوي نكتب مسرح؟ أرمم أرمم صرب البربيبيو أرمم 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 أقول له مو حلو ولا أكسر له قلبه بعدين ولا إيش أسوي يا رب؟ بدخل إنجليزي. خلاص خلاص حلقك لا يتعب يا جماعة، السكور حلقك لا يتعب، هلا حلقك لا يتعب، خلي يعني يوفر صوتك. الله يسعدك، صوتك مرة حلو بس لا تغني. الله السكور يسلمك، يا جماعة الله يسلمك، والله اني جدا فخور فيك وفيك. الله يسعدك، يعني أنا بنصحك نصيحة لوجه الله. الله يسلمك، يا جماعة السكور، النصيحة هي لا تغني قدام أحد، اي والله نصيحة، ترى كثير كثير قالوا نفس كلامك، العين حقك. وبالذات لا تغني في البث. اي والله، بس ترى شوف يا صراحة، دايما قبل ادخل احصن نفسي، وهذا اللي يخليني اغني، ايش يعني اتحصن قبل ادخل، فهمت البث؟ تحصل 500 مرة لو سمحت، مو مرة واحدة. كلهم اي يقولوا لي كذاب صوتك حلو والله العظيم. ها يا جماعة. السكور اي والله والله السكور والله والله صوتي حلو. هنتضارب، سمعنا صوتك. يلا ما في مشكلة. How are you? I'm fine. صداع صداع ولا صداع؟ لا مو صداع من صوتك، لا تزعل، صداع من الإضاءات. صدق صدق الـ16 صداع صداع. من الإضاءات والله صدقني، استغفر الله. طلعت الديوانية حقتنا ولا شنو؟ ريم شايفة سكورنا؟ انت ساكتة وراضية، اهم شيء الـ16 كلامك. اقصد انه يعني ما باك صوتك الذهبي، قصدي حنجرتك الذهبية، ما ما باك تتعب. انت ما بالعكس متعود اغني يعني من كثر، كاش يا شيخ كاش، عشان الناس لا يحسدوك. انت تحصنت؟ والله دايما احس نفسي قسم بيت الله مقدسين بيت تكبساتكم في الله. القلب والله. اسمع كيف حالك، ايش اخبارك، كم عمرك، شليت حزين من الشتا ولا حزين من الظما يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني، دخيل الماء وملح الماء ملح الماء قبل ما تطير، تهيأ للهبوب اللي تصافك في شراييني، دخيل الغصن والظل الهزيل وهفهفات حصير. كمل كمل، صوتك حلو يا شذاب، تكذب عليا. والله ان هذا صوتي، والله روحي يا جماعة وياك سكوري شلون سكوري ننساك، كويتي، شكرا كويتي. تراك بالله في الصوت دخيلك. أباك تعيد تاني مرة، أباك تغني تاني مرة عشان شوف الصراحة أتأكد أنا من صوتك. أغنيها أفضل شيء، أكثر أغاني أغنيها عراقية الصراحة، يعني لا تغني دحين دبو أذن. زين الحكم الأول تاكل نضب نستحي. يا جماعة سكوري إيش سواه؟ ترى أنت أول جولة والله. ما يهمني الحكم الأول تاكل نضب ما يستحي على وجهه. أكلك
لو اني مستحي الوجه ما ادخل الا اللي ما يستحي الوجه، فهمتي؟ لا انا قصدي انت الضب، ما قلت انت ما تستحي على وجهك. طيب انا قلت بضم يستحي، تقولي ناكلك ليش؟ ما سمعت ما يستحي على وجهه، على وجه الضب يعني. دائما اليوم اليوم ضدي، اليوم ضدي، اليوم هذا كله ضدي اليوم. انت ليش معصب؟ ليش معصب؟ ليش معصب؟ كنك قموط ارنب، ايش تبين يا اخي؟ انت ايش تبغى من حياتك؟ ليش عايش؟ لا تاخذ عايش اكسجين على عشان اعبد الفاضي. رب العالمين يا اخي، واخذ حق من الدنيا. الله يسعدك يا رب. ايش تبغى حكم؟ تاكلين هواء الحكم الاول، تجيبين لقمتين هواء، اكلت خلاص، نفذت الحكم. انك جريو. هم؟ الحكم الاول تجيبين غراء وتحطين في فمك وتسكرينه. ما عندنا غرام. اوكي الحكم الحكم الثاني الثالث تجيبين طامس وتمصين عيونك. الحكم الثالث ايش اجيب؟ ايش تقصين اظافرك. طامس طامس. يقولوا هنا؟ نطالب بجولة ثانية. الحكم الرابع بعدين تاكلين، احكمني يا جماعة، دوبي اول جولة وحياخذني رايح جاي. الحكم الرابع تاكلين فخ دمي. اكل فخذ مين؟ خلاص سامحتك لوجه الله. الله يسامحك يا رب ويسعدك. نملة. يلا ضفتك، ضفيني ضفيني، لا تستند لك إلا نفسك، اوكي إياك أنت. لسانك حصانك، قد اذا صنت وردك. صانك واذا هنت هانك. أكيد هاي الواجهة الرئيسية، ممكن أن نختار نيو دوكيومنت، وأيضا ممكن أن نختار أي دوكيومنت إحنا مشتغليها سابقا أو مسيفيها، ممكن فقط نضغط Create حتى نبدأ درسنا لهذا اليوم. إذا تنتبه هنا، أول أداة بالنسبة لأدوات التحديد هي أداة الماركي تول. أداة الماركي تول اختصارها حرف M من الكيبورد، وأيضا أنت ممكن أن تلاحظ أكو أكثر من أداة من ضمنها. هذا يعني أنك ممكن تتنقل بين الأداتين اللي فوق من خلال ضغطك للشيفت زائدا حرف الام من الكيبورد. ممكن ان تكون على الاليبتيكال ماركي تول، او ممكن حتى تختار الريكتانجلر ماركي تول. وايضا عندنا من ضمن هاي الادوات اداه السنجل رو، وايضا عندنا اداه السنجل كولوم اللي هي بشكل افقي وبشكل عمودي، ممكن ان تصنع خطوط منفرده يعني، وراح نفهم هذا الشيء ايضا بدرس اليوم. ايضا اذا تنتبه، اكيد ما دام انت مختار اداه الريكتانجلر ماركي تول او حتى اي اداه من ضمن هاي الادوات، انت راح يكون عندك شريط مهام او احنا نسميه الكنترول بار الخاص بالاداه، واللي هو يعني شريط التحكم اللي يعطيها بعض الميزات، او ممكن من خلاله نصنع بعض الاشياء اللي راح نشوفها بدرس اليوم. حتى نبدأ، اكيد ممكن بعد ما تختارها انت مجرد تضغط ضغطة واحدة بالماوس وتسحب، راح يبين معك الشكل اللي انت تريد تشتغله. هذا الشكل اكيد انت ممكن ان تلغيه فقط اذا ذهبت الى سيلكت واختارت اللي هو الدي سيلكت، ثاني خيار بالنسبة لادوات السيلكت، راح يلغي مباشرة. ايضا انت ممكن تلغي هذا الخيار او هذا التحديد مجرد تضغط على الكنترول زائد الدي من الكيبورد، ايضا راح يلغي. ايضا اذا انت ممكن مختار الاداة الاولى بالنسبة للاوبشن او شريط التحكم اللي هي نيو سيلكشن، اذا انت كنت مختارها واشتغلت هذا التحديد فرضا وحبيت تشتغل تحديد ثاني، فلما تبدأ وتسوي أي تحديد ثاني راح يلغي التحديد الأول اللي أنت اشتغلته. طيب إذا تنتبه هسه إحنا لما نجي ونشتغل ونفتح راح يكون هذا الشكل حسب ما إحنا نحرك الماوس، لكن أكو إمكانية إنك تصنع هذا التحديد اللي أنت تريده بشكل متساوي الأضلاع، يعني مربع فرضا أو حتى إذا كانت دائرة. حتى نسوي هذا الشيء يحتاج تضغط الشفت من الكيبورد وتبدأ تسحب، راح يكون بشكل مربع مثل ما تشوف بدون أي اختلاف في الأضلاع. أيضا أنت ممكن إذا أردت تسحب، إذا تنتبه أنت دا تاخذ بالماوس لتحت وأيضا دا يكبر المربع عندك من نقطة المركز اللي هي بهذا المكان، لكن أنت ممكن تخلي نقطة المركز هي المنتصف اللي راح يبدي بيه، بحيث يكبر المربع من كل الجهات بنفس الوقت. حتى نفهم هذا الشيء أكثر ممكن فقط نضغط خلينا تسوي أي شكل، أو حتى بس أشوفك نقطة المركز. خلينا نفترض هاي نقطة المركز اللي راح نشتغل عليها، حتى أبدي وأسوي المربع يبدأ بنقطة المركز اللي هسه أنا مختارها اللي هي هاي، فعلي أنا أضغط الألت من الكيبورد، راح يبدي أي شكل أشتغله راح يكون يكبر يعني بنفس الوقت من كل الاتجاهات مثل ما تشوف، وهذا لأن أنت ضاغط الألت من الكيبورد. طيب هل أنا ممكن أبدأ من نقطة المركز أضغط على الألت
وأيضا أضغط الشفت حتى يكون بشكل مربع متساوي الأضلاع من كل الجهات، أكيد ممكن. أنت مجرد يعني تختار أي نقطة، فرضا هاي النقطة، وتبدأ تسحب وتختار الألت من الكيبورد، وأيضا إذا تضغط الشفت راح يكون على شكل مربع. أنت تحدد هذا الشيء. أيضا أنت ضغط الشفت زائدا الألت، أنت ممكن تحرك المربع وتغير مكانه. إذا بس ضغطت على السبيس أيضا راح يعطيك إمكانية انه تحول او تختار المكان اللي انت تريده للمربع اللي انت اشتغلته، مثل ما تشوف. اذا ارفع ايدي من السبيس وبعدها ارفع ايدي من الماوس وارفع ايدي من الالت زائدا الشفت، راح يثبت عندك المربع بهذا المكان. ايضا احنا ممكن نخفي هذا اللي اشتغلناهن. احنا بس ممكن اذهب الى فيو، اروح على شو واخفي الجايد، او اضغط الكنترول زائد الامبيرت. هسه هذا الشريط ينطيك امكانيه انك تضيف تحديد ثاني للتحديد اللي انت تسويه، او ممكن تطرح، او ممكن تسوي تقاطع بالتحديد. حتى نفهم هذا اكثر، اذا احنا اختارينا الخيار الثاني اللي هو اد تو سيلكشن، اكيد انت هسه لو تجي تشتغل اي مربع، اوكي، اكيد انت راح تضيف هذا المربع. اي شيء مشترك بين المربعين راح ينحذف. حتى نشوف هذا الشيء، حذف كل الاشياء المتداخله، لان انت ضفت مربع للمربع الثاني، فاكيد تبقى الحدود الخارجيه. ايضا اذا اخترنا الخيار الثاني اللي هو سبتراكت تو سيلكشن، هذا راح يطرح عندك التحديد اللي انت سويته. فرضا اذا اشتغلنا هذا المربع، حتى اذا تنتبه حرف الزائد اللي ده تشوفه تحت علامة ناقص أو سالب، لأن إحنا راح نطرح. فإذا سوينا هذا المربع وتركناه، فأكيد أنت راح تطرح أي شيء كان من ضمن المربع أو المستطيل اللي أنت اشتغلته، وتبقي الجزء الخارجي فقط. إذا كان عندنا فرضا، بس خلينا نسوي تحديث جديد. إذا اختارين الخيار الأخير اللي هو الانترسكت، أكيد هذا يسوي لك تقاطع. فالتقاطع معناتها أي شيء يكون بالداخل راح يبقى، أي شيء بالخارج راح ينحذف مثل ما تشوف. ايضا انت ممكن تضيف دائرة، انت ممكن تروح تغير وتختار الدائرة وتضيف دائرة، او فرضا هاي الدائرة خلينا نخليها بشكل متساوي. لو احنا كنا مختارين هذا الخيار وحبينا نضيف مربع فرضا، اكيد ممكن تضيفه بهذا الشكل. ايضا انا ممكن اتعامل مع الخيارات هاي من الكيبورد. فاذا كنا على الخيار الاول فرضا وحبينا نروح على Add to Selection، ممكن اضغط الشفت من الكيبورد واشتغل واضيف اي مربع راح ينضاف عندي مباشرة. اذا تنتبه لما اضغط الشفت راح تتأشر العلامة الثانية او الخيار الثاني. ايضا انا ممكن اذهب للخيار الثالث اللي هو الطرح، فمجرد اضغط الالت من الكيبورد وابدأ افتح مستطيل او مربع، راح يلغي لي كل شيء كان بالداخل ويبقى بس الشيء الخارجي. اذا تنتبه لما اضغط الالت اكيد راح يروح او يبدا يشتغل عندك هذا الخيار. ايضا انا ممكن اذهب للخيار الاخير اللي هو التقاطع، مجرد اضغط الشفت زائدا الالت من الكيبورد، فرضا اي شيء راح يكون بالداخل راح يبقى، واي شيء بالخارج راح يلغي مثل ما تشوف. ايضا اذا اضغط الشفت والالت راح يبين عندك انه احنا صرنا عليها مباشره. طيب اذا تنتبه هنا عندنا شيء اسمه فيذر. الفيذر اللي هو ينطيك امكانيه انه يكون التحديد مالتك مو بهاي الحده. فرضا هسه اذا عبينا بلون، خلينا نضغط الكنترول والديليت، راح يتعبى بهذا اللون. اذا تنتبه تعبى بهذا اللون بالضبط على التحديد اللي انت اشتغلته. لكن اذا فرضا كنترول زد، كنترول والت زد حتى نرجع، اذا فرضا فيذر مالتك فلنفترض 11 او خلي يكون 22 حتى يبين، واشتغلت اي تحديد وضغطنا الكنترول والديليت من الكيبورد، اكيد راح يعبي باللون. وايضا اذا تنتبه انه اللون صار بتلاشي او خرج خارج حدود التحديد. ليش؟ لان انا مختار الفيذر مالتي 22. اذا كان زيرو اكيد ما راح يكون هذا الشيء. كنترول والت زد حتى بس ارجع خطوات لورا. ايضا اذا تنتبه عندنا شيء اسمه ستايل. الستايل يحتوي على ثلاث خيارات. الخيار الاول اللي هو النورمال اللي احنا دائما نشتغل عليه، بحيث انت اي شيء تصنعه راح يكون يعني حسب ما تريد بدون ان تتحكم بهذا الموضوع. لكن اذا ردت تشتغل مربع او مستطيل او دائره بحجم معين، فانت عندك عده خيارات. الخيار الاول اللي هو فيكست ريشيو، اللي انت من خلاله ممكن ان تضع نسبة الأضلاع بالنسبة للعرض والنسبة للارتفاع. فرضا إذا تركنا نسبة العرض واحد واختارينا نسبة الهاي خلينا نفترض 4، أوكي، فأكيد أنت راح تصنع هذا الشكل. ليش؟ لأن نسبة الارتفاع تساوي 4 أضعاف نسبة العرض، فيعطيك هذا الشكل. أما إذا تركتها واحد واحد يعني تعادل، أكيد راح تكون إنه مربع مثل ما دا تشوف.
ليش؟ لأن نسبة العرض راح تكون هي نفسها نسبة الارتفاع وهكذا. أيضا أنت ممكن تختار الخيار الأخير اللي هو fixed size، يعطيك إمكانية إنه أنت تحط الحجم اللي أنت تريده. فرضا إذا كتبنا هنا 200 يكون العرض، وراح نخلي الارتفاع خلي يكون 400، أكيد راح يكون مستطيل. ليش؟ لأن ضعفين. إذا فقط تضغط ضغطة أنت به ضغطة واحدة بالماوس راح يصنع لك الحجم اللي أنت افترضته مبدئيا من خلال الارتفاع العرض والارتفاع. وأيضا أنت ممكن تغير حسب ما تريد. ففرضا إذا رجعت سويت هاي 400، فأكيد أنت راح تصنع بضغطة واحدة من الماوس راح تصنع مربع الحجم مالته أو السايز هو 400 في 400 مثل ما تشوف. هاي انت ممكن تستخدمهن اذا كنت اكيد محتاج ان يكون عندك قياس معين، او انت يعني فاهم الموضوع. ايضا اذا تنتبه من ضمن الادوات عندنا اللي هو السنجل رو اللي هو بشكل افقي، وايضا عندنا السنجل كولم اللي هو بشكل عمودي. حتى نستخدم هذا الشيء انت ممكن تأشره فقط، ومجرد تضغط ضغطة واحدة على اي مكان اكيد راح يبين عندك هذا التأشير او هذا العمود الفردي او الافقي. ممكن ان نسوي له ستروك مباشرة، ممكن ان تختار لأي لون راح يبين عندك بهذا الشكل. ايضا ممكن ان ترفع التحديد كنترول دي راح يبين عندك بهذا الشكل. ايضا انت ممكن ترجع تستخدم الشكل العمودي هذا، ممكن ان تضغط ضغطة واحدة هنا ونفس الحالة ممكن ان تضيف له ستروك. اكيد انا اضغط الكليك يمين راح يبين مباشرة، ممكن اضغط الكنترول والدي وراح يبين بهذا الشيء. ممكن تستخدمهن او تستفاد منهن اذا كنت محتاج يعني تضيف خطوط او كثير من الاشياء.